بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درسك وحكوسها بسيسانية هاي وحيابها قفك وقرقارة إنو الدين تقصق موه وفتنك هاي امتحاناتك الدنيا كردع يأينا نيقل قلين دنيا وحيابها وإنو اتشوقنا القرآن كوينوط الماما يوحكم دا للابتلاء إلا يستحامه سومالي قمركو مقلوين ليس يتحامو انت بدن شددو كفكره امتحانكو ينو ديبون يي ما هي امتحانكا ديبتا وحكا بدن امتحانكا نعمدا اناد عافماد غبطو اناد حوالا هاي ستو اناد مقع ليادا هاي اناد ماموس ليادا هاي اناد وحمام مشو اناد مضحتا هاي اناد قوانتا هاي وانو من الامتحان لقو ايغي يساد كي يشو ودتك بربا داركيسا مركي شدد يدب تشوكت قولي سنة يي لكن مركي نمع يستين شركة كدعي عكس قنا واجرة داد مركي لبراري سي هينا اسكا عبادة استور رون مركي دب تيو مشكلة دو تمادنا شركة كدعا إذن لبادو بوادي عكران هذا بمحا طريقة كوكوها ينكره قرآن كان إلهي وحي نوغشه سبحانه وتعالى كوى علماء هايو كدعي شرك وتلو عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان إن عالم وشرك كالدولي أي إلهي كتاب كيسك والرمية وحكى له إلهي كتاب كيسك والرمية نبي الله محمد إلهي ليهي وأكو قلقلين وإن كانوا لا يفتن وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي وحينا إليه وحي كل وادرني كافتنا أيام بين هاي لي وحي نكوس وحيوني إذا مر داعين كاتاي وخطر إن جن الدين النبي وحابو يد عليه الصلاة والسلام زمن باي من ضونا حديث صحيح مسلم كي يلا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وابري صندونا دتك يسوع مؤمنه قلبي صندونا يسوع كافره سيد شرشر رولا دتك نقول دونا مرنا مساج في أتقو أركي دونت مرنا كفر في أتقو أركي دونت وقف هذانا إسلام يو إسلام نماذج كم مغطى شهادة يو دينته مرد وكذبنا أعماش يوح وضع كفر يقال ما يكين سنة يسوع مركها نبغو حلا يقار صبحينا مؤمنين قلبتينا كافرين أما قلبتي كافرين وصبح مؤمنين أي إيمان دونا إذن وخطر نرش إلهينا وحينا إذا ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وهر هلا من نغرنا سيديتي هبر رير مكي يقانين أي الله ماه ماهي سلان دادك مدى حلقة جيتش رأي باچرتي ومالنتي قلنك هورانا حرق بي تدعي جيرتي تدعى صوبت غانين أما وسوهي جيرتي وحاتي لهذا حرق بي سمين جيرتي قالين كدنبنا ويفرفوري جرتي مركا واشاق مرنا لوضيه مرنا ورسده النقنين با إلهي إليه سبحانه وتعالى محاكين إياها الدباء إنه حقا ينوصع النواكنه إنه قفك السقم محاكو كالمين إياه وصائشة إيا أصبابتا كو كالمين إياه إنانا كتسو من محاكم ده وحين لين كو وسيلة كوات وإلهي كتاب كيسة إلهي كتاب كيسة قرآن كوا إنه برنا أخرنا قرآن كأحد العلماء بوحي كتل ما موحي لوا مساحة قارة ولم يكتشف إلا القليل منه ويد وسيدة قارة الدولة وانت اكتشافك الوسمية ولي يرتحبو تلمامية وحو قدن ليه يا هاي يعني مدى ما دبر شديس
كلما أقنتاد سي كرنبا فهم كات كتابك أولاد سي كرنية آيات ولغ أخري جرتي أيما بابد ما أنت معنى أنت هرب وفهم إنك فهم إيسا نصوص تاد هرب تقاني إنتا سو قرن إيسا تي أيما وجه عصب لغاتو سيا وعصبات كدريم إيسا إذن إلهي كتاب كسو وصراط الله المستقيم وحبله المتين ويان وجدك الله قمن يا حارق اسيو نبي محمد كتل مامي عدي قبصتا الى الليبانيس حديثك صحيح مسلم وحاني كتك يا شيخ هدا قبصتان ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حديثك صحيح مسلم انت سوق قبصتي حديث السنه كنت رئيسا ما لك لك طلت الله وحنو قدن لنه إلهي باوحو لي قل نزله الروح القدس من ربك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وحتي لهذا إلهي نبي هود عليه الصلاة والسلام نزله الروح القدس قرآنك كان ملك الجبريل بان لو سودي بان لو سودي وحق ربك كاني waxaa loo soo dejiyey isagoo xaq u dheehan baa la soo dejiyey sababtu waa maxay liyuthabbita alladhina aamanuu ba ilaahay yiri inuu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala gumada kuwa rumaysan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan cusuurta tan shubahaadka tiro badan gaaladu waxay sheegaysaa tiro badan shubha jadiida maba jirto waxa shubha la sheegay oo dhan qur-aanka ka jawaabay لكن انتينو اقونو لين لي الله يا بين ما انت الله يدادو الحاد كي باب بطيو برغو روح جرجر ورو الحاد كي قرآن كي جوابي وصوش فلسفي عقلي اهم ما انت وحلو قرر دي قرآن كي تلمامي سو الدلة دا قبضا اي شيغان والدليل الحدوثي دليل النظام دليل تسخير والدلة دا الشيغ كلها وآيات من كتاب الله اذا وحن لانا هاي أما الشبهات كي قديم كهذا أما كوا حديث كهذا أما كوا يدونان بها هذا القرآن كان بك جوابية إلهي ما نبي قسم محمد عليه الصلاة والسلام حكولي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا كوي قالوا بيبا وحي راهدين ها القرآن كان مرقود النبي قال له قسوة الدجواي إلهي بك جوابه وحدي كذلك أي أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجم وحن سودتشيني سودتشين لم يدك مرتب كي وقلب إن يري سودتشيسو وأيو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لنثبت به فؤادك قلبك قاقا إن ندتشي النبى إلهي سبحانه وتعالى أيد كسي حكتا إلهي وحكت المامية وح كستو أي كينانا مثال كستو أي كينانا متك قرح بضن ولقر ردين أيو أو تلمام أي كين أي أيا كان قولهم سورة تنوات غان سورة الفرقان وقال الذين كفروا وقالوا أساطير الأولين وقالوا وقالوا أقوال الكفر با إلهي سو ورورين أي تلمام أي كسور ردين أي إلهي نوحو يلي وح كستو أي كولي ما داننا وحنو كينينا دليل كير الديني وهي تعيدا كسي حكتا وحن قد الله يمركا قرآنك هدي أنو سيدة با إساقا أدراسينو إساقا كفلا شبهات كلا سوء أرورين يوردن إيا وحا كينا إيا إنا تقل قلن تا إساقا كسوغا إيا مركا قرآنك إيمانك إساقا سوغا وبيرا نفط إساقا طهيرا قلوب تددك مؤمنين تاه إلهي با كسوغا رياح الكفر يوردن إساقا هرتاقنا تيدوء وحينو باهن نردن قرآن كاكفلا وحكا القرآن كوينوت المامية قصص تربضا وأنبياء صالحين با إلهي القرآن كاكاقوى الرمي ولبضا نمبله كو الشدائد يدباطوين صوم مرين الصقمي يكوى النمعاء يبراري بغرطوية صومر يصقمي كواني نعمد فسهاد يكواني فسهاد محي
shidada iyo dhibta iyo mushkiladu aanay fasahaadin. ilaahay baana wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa qisaskan waxyaabaha loo soo arooriyey inay ka mid tahay in layna sugo. wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuthabbitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi alxaqu wa mawcidatu wa dikra lilmu'miniin. qisaskan aanu kaaga warannay ee rususha ilaahay ka warramayo waa dee aragteenoo nebi ibraahim oo dab lagu ridayo oo xasbiya allahu wa nicma alwakiil taagan oo sugmaya, waa aragteen nebi muuse oo xagganna fircoon iyo kooxdiisii daba socoto xagganna badi joogto oo haddana rabbigii yaqiinsan oo le kallaa ina macya rabbi sayahdiin. waa aragteen qur-aanka waxa ilaahay ambiye ka warramay iyo gaalo waxay isbadeen. xagga nimcadana waa aragteen dee ambiye boqorra noqotay waan boqortooyadii iyo suldadu, boqortooyadii suldadu waa khatar iyo maalku, waa kuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, maa dhi'baani jaayaca, laba yeey oo gaajaysani, adhiga siday u fasahaadiyaan bay u fasahaadisaa qofka sharaftida ilaalinteeda iyo maxay magaca iyo maamuuska iyo madaxnimada doonisteedu. idan waa imtixaan kale, dadkaa moodaya inay nimco qura tahay, nicmadu waa imtixaan. haddaba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qisas badan oo dad sugmay ah, nebi daawuud, nebi sulaymaan, ambiye sugantay iyo ambiye kaloo xagga imtixaanka, nebi ayuub, nebi ibraahim, nebi muuse, nebi luut, nebiyullaahi saalix, ambiyada ilaahay tirada badan lagu qur-aanka kaga warramayo. nebiyullaahi yuusuf baynu shalay qisadiisii wax ka tilmaamaynay, oo imtixaan, gabadh lagu itixaamaya, quruxdiisii baa lagu fitneeyey, waa qurux batay, dabeetana quruxdiisii baa dhibtan keensatayba. isku soo duuduuba oo waxaynu ku soo koobaynaa leenahay ilaahay kitaabkiisu iyo qisaska qur-aanka ku qorani iyo qur-aanku guud ahaanba waa awal wasiila liithbaati nafsi cala ariiqi saxiix. haddaad iltizaamto oo fahamtid aanad xambaarsanaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala warkiisa haddaad fahamto oo ku noqnoqotid, maalin walba fatxi cusub iyo faham cusub baa kuu furmaya, waxaanad noqonaysaa qof sugma oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta uu ku sugo. shayga labaad bacda alqur-aan aan sii tilmaamaynaa isna waxa weeyaan waa acmaashan saalixa iyo iimaanka kan, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu kori karo iimaanku, nuqsaami karana waxa uu ku koraa inay tahay adilada cilmiga ee kitaabka iyo sunnadu ka warramayaan, iyo cibaadaadka iyo taacaadka uu qofku la imanayo, iyo wardiga iyo adkaarta iyo acmaashan uu samaynayo, aliimaan waalcamal asaalix, inuu yahay waxa qofka suga. yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira. kuwii iimaanka laga helo iyo taacaadka iyo cibaadaadka ilaahay baa u ballan qaaday inuu sugayo nolosha adduun iyo ta aakhiraba inuu sugayo. walow annahum facaluu maa yuucaduuna bih lakaana khayran lahum waashadda tathbiita. hadday camal sameeyaan baa la leeyahay, waxa lagu waaninaya hadday sameeyaan, taas baa u ah baa ilaahay leeyay wixii gommadooda xaqa ku sugayay. idan acmaasha ha yaraysanin, haddaad camalkaaga diineed uu bato iimaankaaga koraya, yaqiintaadaa koraysa, tawakulkaagaa koraya, cabsidaadaa koraysa, aakhira aragtideedaa koraysa, naar cabsideed baa kuu koraysa, waxaad noqonaysaa qof aan adduunku qiimo badan agtiisa ku yeelanin, sida daraaddeed waad sugmaysaa. hadday iimaankaaga iyo acmaashaadu soo yaraadaan, adduunkan baa kula weynaanaya iyo makhluuqa jooga iyo dadkan cabsaa ku galaysa, waxaan leenahay waa wax ku suga. labiibka dee waa la tilmaamaa une masale kastoo aan tilmaamayno nusuus badan oo qur-aan iyo axaadiis iyo qisas uu nebigu ka warramay iyo saxaabadii baynu soo xashirin karnaa, laakiin waqtigaynu haysana wuu koobayay, markaa waa idin tiltilmaamaya, idinkaa kutubtiinni dib ugu noqon. waxaynu tilmaamaynaa afraad oo qofka mu'minkaa suga baryada Ilaahay, qofka oo badsada inuu Rabbi baryo, ayi mushkila kugu timaada
هذا الباب كان ربي قرعده وهو بيده الملك دون إذن يسجيك عن تسكو شرته قلوبت بني آدم كبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إلهي اللي بفرد أولي كل حجرته يسجيك عنك الدون أورغة إذن بيده الملك هو المدبر إذا كنت تصرفت دنيدا سيد رادد إذا كنت تصرفتها هبوننا تقبر إذا إلهي النبي يسيبك لي ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا دانا نغوك السوق لهين با إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحبادو دوان لهي حينو غدان لهي إنه إستقبر إنه ربي سبحانه وتعالى قرآن كإلهي مركو كت المامي والراسخون في العلم يين إلهي وحك السودو قرن رمين إيان إلهي وحي نوت المامي دقم كودون يا آيات كوحيقة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدك رحمة إنك أنت الوهاب راسخين تاسي دقم كودون يين ربي قد بريان إيقوله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا إله قلبي يد يد هو عني انت ادنا هنون سيكذب إله النصر إله القرآن كوحين أقول تلمام يدتك مجاهدين تأي ربي وقرقار يوكونا واقيا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يقول إلهي صبر كنو فرري قمت يد السوق أدمت يد السوق نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوين كوبدنا وكد عيسين شري وحكمدها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ورأس الصحابة يراهدين يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا إلهنا ورمين وحيا الله من ورمين يا رسولك يا دينتي أم يدنو عبصان إساب إليه رقا وضد هيام نم يدنا شكا نغا كاقلي مرقس النبي قول يا نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء حديث إمام الترمذي ابن ماجه ورينيا شغل البارين الصحيح بكت المامية نبي قول حليها يا وايدين بغيا وايو قلوبت إلهي بقعنتي سكوتشرته ربا صدو الدونه وققدية أيها الأحبة وحين لأن مركز إلهي برياديس قفك مؤمن كاهي ضمانا ما هي ستد أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ضمانك وين تسقى برياديس كتاقناتد لأددنا وحاو اللي تبو نبغو تلمامي وحاو التمرير أعجز الناس من عجز عن الدعاء نك بريادك وهسدة وإذا نبغو حلقيابا إن أضيدني هرأي نقبر يبدأيين وإيه وحلقية بارقو فقه مركي نقطين قاتين دعاتك الجماعي ملايين لقر رؤيي وهدي لقر رؤيي هذا ما يسكي بديني سامركا مكبهم بعض الله بس إلهي بات بري قفك مسلم كاي هو إنه إلهي بريدي سبادية شيخ الشنادان تلمامنا وحويان إلهي حسكي سينات بادي سهدات ربطينا طريقا كسو قنتت إلهي قرآن كوحة المامية ألا بذكر الله تطمئن القلوب قليها كان مسكح ذا يوحا كورما ذاتك وحي سيان كني نائد هذا مسكح ذا يدجينيان نرفح يدجينيان ورور كي ريبيان والبهار كي ريبيان كم بي ريبيان وحن لا نهاي ورورو دمو كاتغي هداد من الذاكرين كم متاي الهي ذكري سهداد بتصطو نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام وكي حديثك الصحيح كنت المامي سحابي يدي بريضي دبا ربع بارديا كادغا كبط سو يدي انت ما كادغا كبط سو اخر كي يدي هدا و خو دنبا وحان كدغي دونا صليغا marka su nabigu wuxuu ku yiri alayhi salatu wasalam haddaa dhibtaada waa laga hammigaaga waa lagaaga filaan hammigaaga waa lagaaga filaan
إذن وحا الشكك كوكو بيري ورورك والبهارك كينا وحا ما يدى قلبك كان ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي حسكي سئنا تبطسطه سيدا وقيت بأي إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واركوا إيمانك لغاها لأي وحدا لك لانتان جهاد دقال داقشان دقال كوا ميلها وقبضان القفك قلبه قلقلمه ميل رساسي يحبض الله يسلا دعي ميل فضود ما دادك انت أتكيسان كرتا مركي كدول سنقري سوائيا إلهي وحينا لأي فاثبتوا السقمة وهي علماء إرادان واذكروا الله كثيرا وحا الله وحري ووحا قفك السقمة مركي إلا يلي السقمة أي وحا الله تلمامي وحي وكو السقمة لها وحي عبسدك كحين لها يورورك كان مركي سأي إلهي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ديوانك إلهي قرآنك إنه تلمامي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وارنت إيمانك لك لو إلهي إن بدن حسبا ليلي وارنت الذكر هو عبادنا أن حد كبالهين ما لقارا بحدود يرلوش هيك مركات صلاة كبه صدني يصدح ما لقارا تركوا بالمش هيك لكن ذكر واحد هذا هو عبادنا ترى دو أنا حد لهين إيه وقت دو أنا حد لهين إيه أن وحبابا كحدنين ولا طهارة ولا ويسة ولا جنابة ولا وحبتو أنا كحدنين وعبادة دان مركة دون تبا سمين كرتو أوقاتك أقولن أت سمين كرتو سيدا وقيد با إلهي وحود وار إلهي إن بدن حسا وصبحوه بكرة واصيلة قلن هرية قلن دبابا وتصبح سدا محاكا دالنا يتاه وحكر لنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إلهي سلقي سي يسلق ملائكته إلهي إن حريستيس يستغفرت ملائكته كودال بيسو وكان سنية ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذه الظلمات لقد صارت شك إيو ورور إيو والبهار إيو كاهر سياد وحكر نهشو سيداية الباليج وحن لنا أيها الأحبة وهذا المرأة يا أونا قدبك لحد أن تلمام يا حويا بن آدم كوحا وكم مشغوله أيا ورور كيسنا كبطا ورور كيسنا كبطا صحابة دي هذا أخرده ما أخرده حديث تخرية دكو سابسن صحابة ده صار أررتي بلاك دمان تو الدين بيكون ريونية وهي الدين بيك شقينية إنك تين وحاجة وفضان استعبا يبدلت الدابات ريوتا ما تقول ريوتان قفك بنا آدم كي بايدا وحو مشغول ككوية هاي أيام اسك حديثة يوحي سعودان غاطا هدي الدين تنين اتكشق ايسا مشغول كنو قوتد واتسوق ميسا ووظيفة الرسل وطرق إلهي الرسوش كسغي دبتنا ونبقوا لي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دي إلهي نوحي نوات المالمي إن تنصروا الله ينصركم وحاكو حيقة ويثبت أقدامكم لم ميسان دي إلهي الدين تسأل لغوه ليانا أما هو جهاد أما هو الدعوة جهاد هو الدعوة نوع كم ده وهنا دتك دين توجي يردو هذا دتك دين توجي يردو هذا لازم تجتك كان ينصركم ويثبت أقدامكم بإلهي ربي وايد سقيا أقمد ديننا وسقيا قطبك اللحاد أما قطبك التضباد أنت المام يوحي وصايشة كإنسان سين السقطة والرفقة الصالحة وضدك في عن يضدك الصالحين تقول لقى أقدر وادو ويا نبغو حريدتك برباء مفاتيح للخير مغاليق للشر
دتك بربا فرياش خير كون وانت ادلك شوفت خير وانا تهليس حرياش شركه او شرك قضافيه الهي النبي سي محمد عليه الصلاه والسلام لما كي مدح داي ودعوده وشيك شيغي مركو عبالكو مشغول الهي و خو يري ايغونا يدادن قلدان وردني سونغا كخي مساكين تا انا وان كو سو قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كوا لا تشوك بالله يري كوا لا تشوك نينكي النبي كو رميت ددك لا يا توبتك ان انا واتي لو يري مغالدان واي دد خنتي كاتغه مشى ددك صالحين تي جوغان قبال لو يري هلكن اسكغت هذا دتك اهل العلم قال كاك دوات الدي الهي با وحين ليبا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه كو استنباط كسمين هي مشكلات كدعائيه وحا كانوا دن ايغو كو افتيمين هي ان دك جوقتها با فيعان كو هدات كاك دودهي لومي ميسد هديك لفتن كدنيده يوم مغديغيدو إنه يشتك كويداريا وصورة قلب قطبك السديدات أنت المام يا وحويان الثقة بالله كالسوني دين إلهي قبنا إنه ويناته يا إلهي نكوهي لنا يا كالسوني دات قبطه ونبي عليه الصلاة والسلام صحابة دواقي كواد لبت كت ربضت خبابي وكويمي يقول لعذاب أيه ما سيد إلهي رسول الله ما إلهي نو بريد ما تكن نو يشي نبغى عليه الصلاة والسلام حكويري ودق دق إنسان تو قصة وشيك يدك يهور سيدين تنو قصة بران يدبت قبصتي أيه حكويري والله لا يتمن الله والله لا يتمن هذا الأمر حتى الله كل أرتي ودم ما يستر مدونا أرنك كاري إلا ينك الراكب كهي صنعاء إلا حضر موت وصعده لا يخاف إلا الله حسن لولا يدل كن دولة كم تشرين وضي دجانيون دوني دو هذا مريان به مركا قفوا ماشي ودجاني هدو كبحه أما أنت من تقدر رير كودي أنت دجانته هدو كبحه سجى يا عروت يا حوله يا أنت بين تلسكو قاتب اللي يبين تشري هذا قلنا البلوغ قبنا يدي تنو اللي يبين هي ومريان تيو كلام سدى هي dulki mooriyanta looga caagay ayu nabigu wuxuu leeyahay ilaahay diintiisana intu kor yeelo ayaa ninka raakibka haysanaca ila ay hadramowt bu socon doona isagoo rabbi mooyaanan cid kale ka baqaynin iyo aadiga inuu yeyga ka cishado ee waa degdegaysan bu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam waxaan filayaa waqtigu inuu gabagabayay waxaan ku soo koobaynaa marka صبر كيات كيسكينا دبرتيت أي سقالة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قرقر سدبا إلى هيلي صبر يا صلاة إلى هي قوة صبر ولا شراي نبي نوح عليه الصلاة والسلام لما صير ننقفنا عطاك خير بدنا كبل لارن صبر كو صبر أيه لبتنا يقضى بوا قرنتي لكن وحن كوجب جبيني يا قضى كطبنات إن نوفر سنا نعيم كجنة يا عذاب كالنارات يا جيري دندو انت حسين قلبي جاي نحوق دكتو مهما لعق كوب ضطه يا نمع قد مدينة هيسطه أما مهما شد يدي بكوب ضطه لبض بوا مالمه labaduba waa maalmo waxa se ka dambeeya janno arduha samawaat wal ard oo wax kasto oo aqli bina aadam uu ka fakaro ama dhegi maqashay ama ila aragtay wax ka koreya yaaliin xaqeeda kalena waxa yaala nar iyo jahannam iyo jahima يا مل دتك لو عذابه ورب السماوات والارض وعذابيه قال هنا حريست بدنا وعذابيه
labadaas ka horeeya ka warran haddaad laba jid arkayso kaasna barwaaqo iyo badhaadho kuu muuqato kaana holac naareed iyo balaaya kasoo muuqato geeriduna waa khadka un labadaa midaad kaga dhacayso meeshaad ka kala furaynaysaa rawnd abaadkaad ka wareegaysaa xagga jannadaad u wareegaysaa mise xagga kalaad u wareegaysaa waa geeridani marka nafta lagaa qaada unbaa malaa'igta qaar kugu soo xaadiraysaa kuwa naarta kugu soo xaadiri mise kuwa kale haddii masaladaasi ay qalbigaaga degtana waad sugmaysaa waayo waxaan ka sokeeyo dhan cayaar bay kugu muuqanayaan waa la isdilay iyo waa la isciqaabay iyo madax baan noqdo waa siyaasaddaa waxaan iska wadatay waxaasoo dhan waa sheekay bareley markay janno iyo naar iyo geeri joogto sida awgeed buu nebi maxamed inaleeyahy calayhi salaatu wasalaam waar in badan xasuusta ka macaanka gooya geerida in badan xasuusta ayuha alaxiba dunidaynu joognaa imtixaankeedu ma yara dadka badhna iyagaabaa cagahooda ku doonanaya oo dadkaaba uu sii ordaya ilaahu xoogno itixaan mid madaxnimo ku rooraya waa ilaahu xoog iyo itixaan unde ka xoolaa ku rooraya waa ilaahu xoog iyo itixaan waxaanaynu ku rooraynaa waxa weeyaan imtixaanka ilaahu badi inaad guulaysan doontana haddii labadaba lagu dhiibana garan maysi xagga kalena qaar baa ilaahay uu itixaamo u doortay isagu gaajo iyo waxaan ku idhahaa amni darro iyo xanuun iyo wuxuu waa imtixaan labada dhanba waxaa habboon inaan ilaahay weydiisanay in rabbi ina sugo wasaa'isha lagu sugmay iyo asbaabtana inaynu qaadanno si aynu u suganno. Sala allahuma cala muxamedin wa cala alihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.